السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كدايرين مع الصحة؟ ياك هاني كل شي مزيان الحمد لله. ايوا انا جيت دابا عند الكزة باش نمشي نشد اللحم ونمشي نجيب المناضة وداك الشي اللي خاص بيا. غادي راجل غادي تجي عنده واحد لافامي. هو هذا، ايوا تبعوا معايا وغادي نشارك معكم العشاء وغادي نشارك معكم داكشي اللي غادي ندير كامل. ايوا راني دابا لحقت عندك بزاف. دابا غادي ندير معكم البسطيلة اللي قلت لكم البارح، ها الفخوي دو مير كان بين ودرت شويه ديال التحميره تبدلتها والفلفل الحمراء والخضراء والحمض المسير قطعته مقطع صغار. وغادي ندير العصير ديال الحامض وغادي ندير معلقه ديال الهريسه على حسب اللي كيكون الهريسه والسوجا والبزار والتحميره اللي درتها وشويه ديال الحرقوم البلدي الثانيه ديال السوغيني ومن بعد غادي نكملها معكم ان شاء الله. غادي نوريكم كيفاش غنديرها ولا بغيتو ان شاء الله شي مره نديرها لكم بوحدها. هي دابا غادي ندير السلاطه وغادي ندير الطاجين ديال الحب البقوق المغربي وغادي ندير السفره المغربيه. بعد ما حمستها كامله غادي نجي نوجد هادو الورقه ديال البسطيله. انا عندي هادو هادو اللي غادي نستعمل ندهنهم بالزيت والزبده مذوبه حتى يعودوا كاملين مذوبين وغادي نفرشهم الاخير. ودابا ملي ذوبت الزبده غادي نجي غادي ندهنهم كاملات وغادي نفرشهم في الطاوه ديال الفران ان شاء الله. ودابا ملي ساليت ودرتهم في الطاوه وغديت الورقه كامله غادي نجي نهز فخوماج غطي وغادي نرشو من الفوق وغادي نسدها.